الورد والفل والياسمين. فيكتور جبتي معايا حلوه جدا، جبت من عند وشوش الكهرباء. تعالوا افرجكم عليها اقول لكم اسعارها. انا قعدت الف كتير 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 لغايه ما عرفت الاسعار اللي هي انزل خالص تحت تحت تحت، عشان كنت بعمل عمره في الشقه ومحتاجه. مساء الخير، انا عايزه بقى اوري الناس الحاجات اللي انا. بصوا بقى الوشوش دي انا اخدت منها، بتبدا من 9 جنيه 9.75 حضرتك. تمام، بتبدا جميع التشكيلات موجوده كل الالوان. في عندي الوش اللي هو البسيط المودرن من غير اطارات، ده اللي ب 9 جنيه 9.75. تمام، نفس الوش فيه منه باطار سيلفر وفي منه باطار جولد. تمام. عايزه اقول للناس بقى الدش بدا يبقى له الفيشه بتاعته، الكابل اليو اس بي برده نزل منه دلوقتي ان احنا نجيب الكابل بتاعها اهو. بصوا عشان لو حد عايز يشحن كابل التليفون ده، وشاحن التليفون كمان انا عملته، ده جديد، ده موجود عندهم هنا تقدروا تاخدوه. الفيش الثلاثيه موجوده، اللي هي الجرس ده، مفتاح الجرس بالصوت اهي، بصوا اهو. تمام، باشكال متنوعه. حاله الكهرباء قطعت برضو موجوده. ده جديد، انا ما اخدتوش، ده لسه نازل ده. ده جديد قوي. دي سنسور حركه بحيث لو المكان ضلمه مسافه ما اي حد يعدي بيدي امر ان اللمبات تشتغل. الله، حلو قوي. ده سنسور للاضاءه، ده جميل قوي. ده المفتاح الجديد ده. ده مفتاح فلاب. لما بيقفل بيبقى بصوت الوش زي ما احنا شايفين كده، غير المفتاح العادي. في كمان متواجد عندنا، غير مش متواجد في منتجات تانية، اللي هي المفتاح الالوان. متواجد عندنا الجولد كمان. بصوا الحاجات دي شيك قوي يا بنات. لو حد عايز يعمل شقته حاجات حلوه قوي، ده الجديد اللي هو الفلات جول، وده البراند اهو، وده المفتاح. صح كده استاذه. كمان عاوز اضيف حاجه، ان احنا اصلا المفتاح نفسه مش موجود في اي منتج الوان، يعني في منه زي ما انت شايفه كده الاسود، وفي السيلفر، وفي اللون ده اللؤلؤي. تمام، وفي حضرتك اللون الجولد بتاع المفتاح، تحفه قوي قوي. اللون الجولد اللي هو ده حضرتك، ده انا متواجد معانا برده في الالوان. عملته ماتشنج ما بين ان ده الشاسيه يكون اللون اللي هو زي الرخامي، والمفتاح بقى المفتاح يكون لون نفسه. المفتاح نفسه لون بقى ده شيك قوي. هاخد بصوا بقى يا جماعه كل الالوان اللي انتم تتخيلوها، ده براند، ده موجود واسعاره حلوه، وهيكون في خصم لمتابعينا 10% على الفاتوره في فيكتور جوي، السكه القديمه، اسكندريه، القاهره، العتبه، وهقول لكم فروع المكان كلها. معانا كمان تشكيل هنا، ده اللون اللي هو اللون البراون ده، برضه ده حاجه جديده موجود في اي منتج تاني. المفتاح نفسه اللون البراون، بالاضافه بقى لتشكيله الوشوش الموجوده، في تشكيله الوشوش الخشبيات، في عندي بقى وشوش اكتر اللي هي زي الوشوش الكريستال. بص حضرتك الوش الكريستال، حلو برضه. ده زي الزجاجي كده. ده وش كريستال زجاجي. عايزين يعني بصوا هعمل لكم فوكس كده تحفه حضرتك. اهوت الوش فوكس لوحده. بصوا يا جماعه معايا على الكاميرا اهو. عامله 95 جنيه بس هي قيمه قوي، يعني حاجه بنجيبها وتعيش. انا لما جيت اعمل تجديد العمره بتاعت الشقه اخترت حاجات تعيش شويه وحاجات حديثه، فده يعتبر احدث حاجه. هقول لكم الفروع كلها. ان انت هتقول للناس المنتجات بتاعتكم بيحصل فيها ايه؟ تمام، 25 سنه على جميع المنتجات بتاعتنا، و10% خصم من خلال قناه انتراك. بشكركم جدا، بشكر محمد والسيد ومستر شادي، بشكركم جدا، نورتوني وتعبتكم طول فتره عمره الشقه. الف مليون شكر ليكم. شكرا لمتابعين قناه انتراك، حاسه ان كل جديد معانا من فيكتور جوي على قناه انتراك. يطلب فيكتور جوي، هي شركه فيكتور مشهوره ومعروفه، يعني لها ثلاث فروع موجودين في السكه القديمه المنصوره، ثلاث فروع معروفين جدا. يعني عايزه اقول لكم بقى ان احلى حاجه ان في القاهره عندنا فرع موجود فين؟ في حارب فايد، الموجود في شارع الجمهوريه خلف مطعم كنتاكي، العتبه، القاهره. دي نقطه مهمه جدا لكل الناس اللي معايا من القاهره. عايزه اقول لكم كمان في اسكندريه السبع بنات، مكان تحفه جدا. ما تنسوش تكتبوا الخصم بتاعكم 10% على اي فاتوره من فيكتور جوي. نورنا النهارده على القناه، واستنوا كل جديد معايا، واستنوا ريفيو مفصل كامل شامل على كل جديد في عالم النجف. ومن هنا اقول لكم باي باي.